بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة بحول فيها regular expression لـ NFA، تمام؟ الطريقة اللي هنستخدمها اسمها Thompson's construction. تمام، تومسون كونستراكشن هي طريقة سيستماتيك، تمام، وليها ستاندرد معين بمشي عليه عشان احول من ريجولار اكسبريشن ل ان اف اي. تمام، هنشوف التومسون كونستراكشن بيتعامل ازاي مع الاجزاء الصغيرة من ريجولار اكسبريشن، تمام، واللي بنطبقه على الاجزاء الصغيرة هنطبقه على اي ريجولار اكسبريشن مهما كان ايه، كبير او معقد. في بداية تومسون كونستراكشن بيحول لو ريجولار اكسبريشن مثلا زي فاي مثلا، تمام، فبيرسم له ال ان اف اي بتاعه بالشكل ده اللي هو ايه، انيشال ستيت، تمام، ومفيش ايه اي فاينل استيس، تمام، ويحول الابسلون ل initial state و final state في نفس الوقت. تمام، طيب بيحول مثلا ال a، تمام، ال a لو كان regular expression عبارة عن a فقط، تمام، فال n في المقابل اللي عبارة عن initial state، تمام، بتتحرك بال a وبتوصل ل final state. تمام، نفس الكلام لو كانت b هيبقى initial state عليها b transition ب b وتروح ل final a final state. تمام، طيب ال A B بيمثلها ازاي في ال Thompson construction؟ بيمثل اول حاجة الجزء بتاع ال A كده اهو، تمام، بنمثل الجزء بتاع ال B كأننا بنرسم ال B لوحده كده اهو، تمام، بس بدون ال A، بدون علامة ال initial وعلامة ال final، تمام، بنعمل concatenation ما بينهم ب epsilon، تمام، لازم تبقى بالشكل ده. ده معناها ايه؟ الجزء ال A concatenated مع جزء ال B، وبعد كده الجزء اللي في الاخر ده بخليه final state. تمام، طيب ازاي بيمثل A or B؟ A or B بيمثلها، بيمثل ال A الاول كده اهو، تمام، ويمثل ال B كده اهو، تمام، وبعد كده بيعمل initial state جديدة، تمام، بيوصلها بالانيشال بتاعت ال A بإبسلون، تمام، ويوصلها بالانيشال بتاعت ال B بإبسلون، تمام، دي ال B هنا اهو، تمام، وبعمل فاينل ستيت جديدة، تمام، وبوصل الفاينل القديمة بتاعت ال A بالفاينل الجديدة بإبسلون، تمام، والفاينل القديمة بتاعت ال B أوصلها بإبسلون للفاينل ستيت الجديدة. تمام، طيب ازاي بيمثل ال A بلس؟ ال A بلس بيمثلها بالظبط، بيمثل ال A، تمام، ادي initial state وادي ال A، تمام، بتوصل ل final state، تمام، و بلس دي معناها ايه؟ ممكن يرجع ب epsilon على ال initial state. فهتلاقي لو بدأت ب initial state لازم على الأقل تعدي على ايه عشان توصل ل ايه، واحدة على الأقل عشان توصل للفاينل ستيت. تمام، طيب ازاي بيمثل ال A ستار؟ هي ال A ستار عبارة عن ايه؟ ال A ستار عبارة عن ايبسلون اور ال A بلس، تمام، يعني ال A ستار regular expression بتاع ال A ستار عبارة عن يا اما هيبقى الايبسلون اللي هو مش هتاخد اي سترينجات، يا اما A او اكتر، تمام، فبالتالي هيمثله ازاي؟ هيمثل الجزء بتاع ال A بلس، تمام، وبعد كده هيعمل اورنج مع الابسر. فهعملها ازاي؟ ادي الجزء بتاع الاي بلس اهو، اشيل الفاينل بتاعته، تمام، ادي الاي، تمام، مع الابسلون بيرجع تاني كده اهو على الانيشال بتاعته، تمام، وادي الابسلون، اعتبر دي الابسلون يعني، تمام، بعد كده بيعمل انيشال ستيت جديده وفاينل ستيت ايه جديده، تمام، ويوصل الفاينل القديمه بالجديده بابسلون، تمام، والفاينل القديمة هنا بإبسلون، تمام، والإنيشال بإبسلون، والإنيشال إيه؟ الإنيشال القديمة بإبسلون، تمام؟ طيب كده كأننا عملنا إيه؟ أور ما بين إيه؟ إيه بلس، تمام؟ إيه بلس والإبسلون، تمام؟ بس بيقول لك الإيه ستار يعني بنخليها بشكل خاص كده إيه؟ بنشيل الجزء بتاع اللي هو الإبسلون إبسلون إبسلون ورا بعضه ده، تمام؟ بنعملها إزاي؟ بنعمل بالشكل ده، تبقى ايه ايبسلون واحدة بس كده على بعضها، تمام، موصلة من الانيشال ستيت للفاينال ستيت، تمام، هي شكلها كده اهو، ادي ال A وادي ال A بلس،
تمام، وادي الانيشال ستيت الجديده توصل بإبسلون على دي، وادي الفاينل ستيت الجديده بإبسلون واصله من الفاينل القديمه بتاع الاي بلس، تمام، وإبسلون رايحه من الانيشال ستيت للفاينل ستيت، تمام. كده بنمثل ايه؟ كده بنمثل الاي ستار، تمام. بس مش معنى الكلام ده ان انا مثلا رسمت رسمه ولقيت مثلا ايبسلون مثلا جاي على ستيت، تمام، والستيت طلع منها ايبسلون، ان انا اشيل مثلا الايبسلونز عشان مثلا اوفر في الايبسلونز وكده، لا. الكلام ده انا ما بطبقوش غير مع الستار هنا في الحاله دي بس، تمام، زي ما هنشوف في الامثله. طيب لو عايز اعمل مثلا ايه، احول ريجر اكسبريشن زي اي بي اور سي، عايز احول ريجر اكسبريشن ده لان اف ايه باستخدام التومسون كونستراكشن، تمام. هنعمل جزء جزء. الاي بي هنعملها كده اهو، ادي انيشال ستيت، تمام، وادي الاي، تمام، والجزء بتاع البي، تمام، واوصل بين الجزء بتاع الاي بالبي بابسلون عشان كونكاتينيشن، تمام. بعد كده الجزء بتاع الاور سي، كده كاني بعمل اور ما بين الجزء ده الاي بي والجزء ده اللي هو ايه السي، فاعتبر كأن ال A B دي كأنها جزء على بعضها كده اهو، تمام، واعمل OR مع ال C، هتروح اعمل ال C كده لوحدها، تمام، وتعمل Initial State جديدة وتوصلها بال Initial بتاعة ال A B ب Epsilon، تمام، وتوصلها بال Initial بتاعة ال C ب Epsilon، تمام، وتعمل Final State جديدة وتوصل ال Final القديمة بتاعة ال A B بيها، تمام، وال Final بتاعة ال C بيها كده اهو، تمام. كده مثلنا A A B، تمام، طبعا دي ايبسلون A B or C، تمام. طيب لو عايز امثل مثلا A or B or C، دي بنمثلها ازاي؟ هل مثلا هعمل مثلا ال A لوحدها كده اهو مثلا، وال B لوحدها كده اهو، والسي لوحدها كده اهو، تمام. مثلا initial state جديدة و final state جديدة، اوصل لل initial بديب ايبسلون وبديب ايبسلون وبديب ايبسلون كده اهو، واوصل لل final القديمة لل final الجديدة بايبسلون وبايبسلون وبايبسلون كده اهو، تمام. هل بنعملها بالشكل ده؟ لا، احنا ما بنعملهاش بالشكل ده. بنعملها ازاي؟ بنعملها كأنها A or B، تمام، دي كأنها جزء، هعمل ال A or B هنا مثلا، تمام، بعد كده اعمل له or مع ال C، هعملها بالشكل ده A or B، ادي ال A، تمام، وادي ال B، ال or بتاعهم هعمل initial جديدة واوصلها ب epsilon على ال A وب epsilon على ال B، تمام، و final جديدة اوصلها ب epsilon على الفاينل دي وابسلون على الفاينل دي، بس ما مش هعملها فاينل دلوقتي، تمام. طيب والجزء ده كأنه A or B، تمام، هرسم الجزء بتاع السي كده اهو، تمام، واعمل انيشال ستيت جديده واوصلها بابسلون على الجزء بتاع ال A or B وبابسلون على الجزء بتاع السي، تمام، وبعمل فاينل جديده واوصلها واوصل عليها الابسلون بابسلون من الجزء بتاع A or B، تمام، واوصل بإبسلون برضو من الجزء بتاع سي، وده ال ان اف اي بتاع اي بي اور سي، تمام. طيب لو عايز مثلا اعمل اي ستار اور بي سي، دي اعملها ازاي؟ اعمل الجزء بتاع الاي ستار الاول، بعد كده اعمل الجزء بتاع البي سي واعمل اور ما بينهم، تمام، هعملها بالشكل ده اي ستار، ادي الاي، طبعا A star ليها شكل محدد، تمام، وادي ال A plus، تمام، وادي ال A، وادي ال A star، يبقى دي ال A plus، تمام، ودي ال A star، تمام، طبعا دي ايه or BC، يبقى هعمل الجزء بتاع ال BC هنا، تمام، ادي ال B، وادي ايبسلون رايحة على السي بالشكل ده، تمام. كده عملنا الجزء بتاع البي سي، بعد كده هعمل انيشال سيت جديد عشان اعمل الاور ما بين الجزء ده اللي هو الاي ستار،
تمام. انيشال ستيت جديده بابسلون رايحه على الانيشال بتاعه الاي ستار، وبابسلون رايحه على الجزء بتاع الانيشال بتاع البي سي، تمام. وبعد كده اعمل فاينل ستيت جديده واوصلها ايه، اوصل الفاينل بتاعه الاي ستار ب الفاينل الجديده، والفاينل بتاع السي البي سي ب الفاينل بالفاينل الجديد، تمام. طيب كده فهمنا طريقه التومسون كونستراكشن وازاي ايه بنحل بيها. المساله اللي في الشيت عايز يعمل ايه، يستخدم التومسون كونستراكشن او يستخدم الطريقه اللي بيحاول فيها من ريجيو اكسبريشن لان في الاكسبريشن ده، تمام. طبعا الاكسبريشن ده لو بصيت عليه هتلاقي فيه ايه، 0 اور 1، هعمل 0 اور 1 تمام، والجزء بتاع 0 اور 1 هعمل له ستار، تمام. بعد كده هعمل كونكاتينيشن لثلاث صفار ورا بعض، تمام. بعد كده كونكاتينيشن مع 0 اور 1 لكل ايه ستار، تمام. هتلاقي الريجيو اكسبريشن بالشكل ده، تمام. كان عباره عن 0 اور 1 لكل ستار، ثلاث صور 0 اور 1 لكل ستار، تمام. دي هعملها ازاي؟ في البداية هعمل الجزء بتاع 0 اور 1، ادي 0 وادي الواحد وادي الاور اللي ما بينهم، طبعا بإبسلون من انيشال وإبسلون من انيشال، والفاينل الجديدة رايح ألعب إبسلون، تمام. الفاينل نفس الفاينل رايح ألعب إبسلون من الجزء بتاع الواحد، تمام. كده عملنا الجزء بتاع 0 اور 1. 0 اور 1 ستار، اعتبر ان الجزء ده كله كأنه ايه كاركتر لوحده كده مثلا، وراح تعمل له ستار. فبعمل له ستار ازاي؟ بعمل الجزء بتاع البلس كده اهو، تمام. كده كأني عملت الجزء بتاع البلس، بعد كده هعمل جزء كأنه بتاع ايه الستار كده اهو، ادي الابسلون تمام، وادي الفاينل الجديدة تمام، اوصلها بابسلون كده اهو، وادي ابسلون جاي من الانيشال للفاينل، تمام. كده انا عملت الجزء بتاع 0 اور 1 لكل ستار، تمام. دي طبعا الانيشال ستيت، تمام. دي ما خليهاش فاينل ستيت دلوقتي، تمام. هعمل ايه كونكاتينيشن مع ثلاث صفار، فلازم يبقى فيه ابسلون يفصل ما بين الجزء ده والجزء بتاع الصفر الاولاني، تمام. دي الصفر بعد كده ابسلون يوصلني ليه الصفر التاني، تمام. بعد كده ابسلون يوصلني ليه الصفر التالت، كده في كام صفر؟ صفر، اتنين، تلاتة، تلات صفار، تمام. بعد كده ايه جزء ابسلون يفصل ما بين الجزء ده اللي هو جزء الصفر والجزء بتاع الزيرو اور واحد لكل ايه لكل ستار، فهيبقى في ابسلون كده اهو، يبقى في ترانزيشن عليه ابسلون، تمام. رايح للجزء بتاع زيرو اور واحد كل ستار. زيرو اور واحد كل ستار هتبقى بالظبط زي دي بالظبط، فهعملها ازاي؟ هعملها كده اهو، ادي الجزء بتاع الزيرو وادي الجزء بتاع الواحد، تمام. وادي الجزء بتاع الاور اللي ما بينهم ابسلون وابسلون، وادي فاينل جديدة، ادي ابسلون وادي ابسلون، تمام. وادي الجزء بتاع البلس ابسلون، وادي الجزء بتاع الستار ابسلون، وادي الفاينل طبعا دي ابسلون طبعا، وادي الجزء بتاع الفاينل الجديدة اوصلها بابسلون، وادي ابسلون من انيشال للفاينل، تمام. طلعت بالظبط زي دي، تمام. طيب بعد كده دي ايه هتبقى ايه، دي اخر حاجه، دي اخر حاجه في في السترنج، فهتبقى دي الفاينل، تمام. واوصل ما بين الجزء ده والجزء ده بايه، طبعا هنا الصفر وابسلون على طول هتخش على الجزء ده، تمام. يبقى المفروض هنا ايه اشيل الجزء ده، يعني مش هيبقى فيه الستيت دي، الستيت دي زياده، تمام. والابسلون رايح على الجزء بتاع 0 اور 1 لكل ستار، تمام. طبعا لو بصيت في الرسمه دي، طبعا احنا تقريبا في السكشن كانوا كام ستيت، كانوا تقريبا 22 ستيت على ما اذكر، يعني فلو عديتهم هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22، تمام. لو مشيت على الطريقه الستاندر هيطلعوا بالظبط ايه نفس عدد الستيتس اللي هيطلعوا مع اي حد، هيمشي بالظبط على نفس ايه الطريقه، تمام. طبعا عشان تعمل تشيك اذا كنت شغال صح ولا غلط، طبعا تشيك يعني ايه، لو التشيك ده فيلد يبقى انت شغال غلط، تمام. ايه التشيك ده؟ اول حاجه تتاكد ان كل ستيت تمام طالع منها اقصى عدد من الابسلونز 2، يعني اقصى عدد من الابسلونز تطلع من اي ستيت 2. فلو ركزت كده هتلاقي دي طالع منها 2 ابسلون، دي طالع منها ابسلون واحدة مفيش مشكلة، تمام. دي طالع منها 2 ابسلون، ادي ابسلون وادي ابسلون، تمام. بعد كده هتلاقي الرسمة بتاعتك مفيهاش غير فاينل ستيت واحدة بس، ده لو مشيت على الطريقة الستاندرد بتاعت التومسون كونستراكشن، تمام. طيب
كده هنراجع على السريع، ده 0 اور 1 لكل ستار، تمام. بعد كده كونكاتينيشن مع 3 اصفار، تمام. بعد كده ايبسلون يوصلني للجزء بتاع الستار، تمام. الجزء بتاع الستار نفس ايه، نفس الجزء ده بالظبط. بعد كده اوصل للفاينل ستيت. طب انا عايز اعمل تشيك مثلا على سترنجات تبع الريجولر اكسبريشن ده، واشوف هل بقدر اوصل منها للفاينل ستيت ولا لا. يعني مثلا السترنج اللي فيه 3 اصفار، تمام. السترنج اللي فيه ايه 3 اصفار، 3 اصفار، اطلعهم ازاي 3 اصفار؟ من البداية همشي على ايبسلون، همشي في الطريق ده، تمام. بعد كده اخش هنا اهو، اخش في الزيرو ايبسلون، زيرو ايبسلون، زيرو، كده طلعت 3 اصفار. بعد كده امشي في المسار ده، تمام. واجي هنا اروح اتحرك في الجزء بتاع الايبسلون، تلاقي نفسك وصلت للفاينل ستيت. طيب لو طلعت مثلا من زيرو واحد كل ستار، طلعت من هنا مثلا واحد زيرو، بعد كده 3 اصفار، طبعا 3 اصفار لازم هيظهروا معايا في اي ايه، في اي سترينج. بعد كده مثلا واحد، اطلعهم ازاي؟ هطلع من الجزء ده واحد زيرو واحد، اطلعه ازاي؟ همشي في الجزء ده، تمام. همشي بقى كده في الجزء ده، اطلع الواحد، تمام. بعد كده ارجع بالابسلون اخد زيرو من المسار ده، تمام. بعد كده ارجع تاني اخد واحد من المسار ده، تمام. كده طلعنا واحد زيرو واحد. بعد كده امشي هنا اهو كده بالابسلون، اوصل للجزء ده، كده اتحرك في الجزء بتاع الاصفار، اطلع التلات اصفار، تمام. واجي هنا عند الجزء ده، اروح ماشي في الجزء ده، تمام. كده امشي في المسار بتاع الواحد، تمام، واخد منه ايه واحد. بعد كده اطلع بالابسلون على الفاينل ستيت، تمام. ده شرح طريقة تومسونز كونستراكشن، تمام. شكرا وبالتوفيق.